منذ الإعلان عن اعتماد سعر الصرف الرسمي 15,000 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1,507 المعمول به على مدى 25 عاماً على بعض السلع المستوردة وتحصيل الضرائب، خوف وهلع أصاب اللبنانيين الذين هم بالأساس غير قادرين على تأمين قوت يومهم واحتياجاتهم الأساسية في ظل جنون الدولار الذي تخطى 40,000 في السوق الموازية. وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أرسل كتاباً من وزارة المال إلى البنك المركزي لاعتماد سعر صرف العملات الأجنبية على أساس 15,000 ليرة للدولار الواحد بالنسبة إلى الرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر كانون الأول المقبل. ومبروك، هيدي هدية العيد. أي سرقة ونهيب. هو الريدي الدولار مضروب، بقى على الجمرك مش هتفرق كتير، بس الانفليشن حيفرق أتوقع، التضخم العملي اللي هتفرق. هلا هو لبنان عم بيتأقلم يعني، بس أنه أكيد رح تكون صعبة، بس بكل مرحلة عم للأسف أنه عم نقدر نرجع نتأقلم يعني. مع الأسف أنه الكماليات صرنا عم نستغني عنها، يعني صار يعطي على هم الواحد كل شيء، سلولاره مثلا أسخف الأمور، بيقول أنه يا الله انتزع مضطر غيره هلأ، فبيتفادى. حتى السيارات صار شيء كتير بعيد عنا أنه نشتري سيارة. شو بده يتحمل منتوف اللبناني اللي معه يأكل ويعيش؟ قرار لابد منه وسيطبق مطلع شهر الأعياد. ماذا يعني اعتماد سعر صرف رسمي قدره 15,000؟ وما الهدف منه؟ مع صدور الموازنة أصبح بالنسبة لوزارة المالية الوقت مناسب لإصدار القرار، وبهاي العملية بيكون بلغت مصرف لبنان رسميا عن موعد البدء بتطبيق سعر 15,000 ليرة على الدولار الجمركي بدلا من 1,500 ليرة. الهدف الأساسي من القرار هو تمويل العجز بالموازنة، وتحديدا تمويل الزيادات التي أقرت للقطاع العام. نحن نعرف أن الزيادات تبلغ 3 أضعاف الرواتب بالقطاع العام، وبالتالي هذه الزيادة بدها تعمل كتير عجز بالموازنة، بما أن الدولة اللبنانية هي مضطرة تسكر هذا العجز، على اعتبار كمان أنه ما قدرت تعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي اللي كان لح يتكفل بسد هذا العجز، وبالتالي إجا هذا القرار ليخفف هذا العجز. لما تم إصداره تحديداً في شهر الأعياد؟ بعتقد التوقيت قبل الأعياد أولاً هو مرتبط بتوقيت صدور الموازنة لا شك، ثانياً أكيد يعني عدم التأجيل هو على اعتبار أنه ممكن بالأعياد، فترة الأعياد الاستهلاك بيرتفع، وبالتالي الحكومة بتأمل أنه الاستيراد سيرتفع أيضاً لسد الاستهلاك، وبالتالي ممكن تكون عم تأمن إيرادات إضافية على دولار جمركي 15,000. لكن بالحقيقة يمكن هذا الأمر ما يتحقق، لأنه التجار اللي سامعين قبل سنة أنه الدولار الجمركي سوف يرتفع أخذوا الاحتياط وقاموا باستيراد كميات كتير إضافية عن الحاجة وخزنوها بهدف بيع على سعر دولار 15,000 في حين هن بيكونوا دفعوا 1,500 ليرة. وهذه بتقول يعني هذه بتعني أنه الدولة قد لا تستفيد من هذا الأمر، لكن المستهلك سوف يدفع الثمن طبعا. إذن يتجه لبنان في المرحلة المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى اعتماد سعر صرف جديد بدل رسمي، ما سيساهم بتفاقم معاناة الناس لما سيسببه من ارتفاع في الأسعار والخدمات على مختلف المستويات والقطاعات، بينما السلطات الرسمية لم تحرك ساكنا ولم تقم بأي خطوة إصلاحية بديلة تقابل قراراتها القاسية لتخفيف التداعيات والأعباء على المواطنين.